الديمقراطية تعني الخراب، والخراب يساوي ذهاب عبد الفتاح السيسي من الحكم. الرجل الوحيد الذي يعتقد في نفسه أنه أرجل واحد فينا، وأنه أقوى واحد فينا، وأنه أشجع واحد فينا، وأنه لم يخاف ولن يخاف. ليه؟ ليه؟ لأنه هو يعتقد أن من الرجولة والشجاعة والإقدام أنك تحافظ على كبار السن فوق ال 65 سنة مساجين في غرف منعزلة لا يتعاطون دواء ولا غذاء. دي الشجاعة في وجهة نظره، وفي وجهة نظره ده الحفاظ على الأمن ولأهداف وطنية ولأهداف وأحاسيس شخصية. أيوة، كتير منهم عندهم مشكلة شخصية مباشرة معاه، كتير منكم عندهم إحساس أن هذا الرجل هو السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد المصري. يسكت؟ لا. يداري؟ لا. يخبي؟ لا. يعمل أنه تراجع كده ويعمل كده يكمن قليلا قبل ما يعيد الكرة؟ ليه؟ ولا حد يعرف يفتح بقه، ولا حد يعرف يعمل حاجة، وهيتكلم وهيقول وهيوضح وهيعبر وهيعقد وهينكد وهينفس. عبد الفتاح السيسي اليوم بيتحدى كل رجل وامرأة مصري ومصري. عبد الفتاح السيسي النهاردة في هذا الخطاب اللي أنا قلت إن هو تاريخي، يوم تاريخي لا يقل عن تاريخية يوم 26/4/2022 لما عبد الفتاح السيسي أعلن عن الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية. النهاردة 14/6/2023 عبد الفتاح السيسي all in، داخل بتقله، حاطط كل الملفات، الدولار محملكم مسؤوليته، وبيقول ان هو اللي بيلم الدولار. عشان كده الدولار لما بيوصل ل 45 جنيه في السوق السوداء بتبقى الدولة بتلم، فالتجار بيزودوا. ما لم يستطع ان ينكر انه بيشتروا دولار عشان يشتروا حاجات من بره. قال كل حاجة. ولو انت مهتم بقراءة مستقبلك ومستقبل عيالك، مستقبلك ومستقبل عيالك، عليك ان تشاهد الحوار كاملا، المؤتمر كاملا. انا ظروف الوقت عندي ها، وحقوق الملكية الفكرية انا لو عليا نزيعه مرتين ثلاثة في اليوم بدون تعليق، هو كافي لوحده. تعالوا نشوف المقطع اللي جاي ده. الصرف اولا احنا مرنين فيه علشان بس يبقى الامور واضحة، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، أنا بتكلم بجد، هذا الموضوع أنا بقوله على الهوى. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا، احنا نقعدش في مكاننا، لا لا ما نقدرش. حتى الكلام ده يتعرض مع حتى أمال إيه؟ لكل اللي بيسمعني من رجال الأعمال وللشباب وللمصريين، إذا ما كناش هنشتغل عشان نقلل الفجوة، فجوة الدولار يا دكتور شادي، فجوة الدولار. طب احنا عملنا ايه السنين اللي فاتت لما كان كنا بننزل نجيب من الأسواق يا دكتور معيط، مش كده؟ احنا حليناها لغاية لما بقناش قادرين نحل، حليناها ايه مش كده يا دكتور؟ ننزل الأسواق نشتري 3-4 مليار دولار عشان ندي للبنك المركزي عشان نحافظ على 34 مليار دولار اللي هو الرقم اللي احنا مثبتينه في البنك المركزي عشان يوفر طلبات 3-4 شهر او اكتر، مش كده؟ كنا بننزل نجيب من الاسواق ونزود حجم الدين علينا، ونزود ايه؟ حجم الدين. انا بقول كلام طيب، احنا خلاص ما نقدرش نعمل اكتر تاني خلاص. الصرف اول باختصار كده، حتى لو عارفين لو اللي هو قصده ايه؟ صندوق النقد الدولي بيقول حتى لو صندوق النقد الدولي ضغط علينا احنا مش هننفذ. وعبد الفتاح السيسي شديد الوضوح جدا 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 في هذه الجزئيه، واحنا مش رايحين مراجعه، والصندوق يعلن مصر وحشه، وكل الجهات الرقابيه واللي بتقيس الاداء تقول ان مصر في السي، مش هيفرق مع عبد الفتاح السيسي لانه راجل ناشف وقوي وكمان اقتصادي. اي نعم بيفهم في الاقتصاد بالشقلوب، لكن في الحقيقة موقفه شديد الوضوح.
الراجل بيقول باختصار انا مش هعور جنيه. اسمعوني، النهارده الاجتماع في منتصف ليل القاهره، بعدينا بشويه كتير اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي اللي هيقرر فيها هيرفع الفايده مره اخرى ولا لا. لكن احنا النهارده الاربع في مصر، مصر بتاعتنا، احنا مش هنعوم الجنيه. ليه؟ عشان احنا عومنا الجنيه قبل كده من 16 ل 30، مش هنقدر نعوم اكتر من كده. ودولها مش هتقدر تنزل تشتري دولار من السوق السوداء. فانت خد بالك احنا رايحين في حته غامقه قوي. ثبت سعر الفايده؟ طب حلو، ادي البنك، ادي الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفايده، طب الحمد لله يا رب. الحمد لله سعر الدولار مش هيزيد في مصر، هيفضل ثابت بقى على ال 40 وال 42، يفضل يرقص بينهم على حسب بقى الدوله تنزل تشتري ولا لا. كده الحمد لله، شكرا يا جماعه، بشكر في الفريق العمل. البنك الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفايده، كده احنا الدولار عندنا في السوق السوداء ثابت مش هيزيد. تعويم مفيش، انسوا بقى الكلام ده.